فأوصيكم في هذه الأيام بكثرة الدعاء للمولى تبارك وتعالى. واللي سمعني دلوقتي ولسه ما حجش، جهز أمورك، جهز فلوسك، جهز الإرشادات بتاعتك، وما تأجلش، توكل على الله. قدم، قول لك اسكت يا مولانا، انت ما تعرفش الحج بقى بكام السنة دي. انا ابشركم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا جماعة اللي لسه ما حجش ومعاي حج، ما تتراخاش وما تكسلش، بس دي فلوس كتيرة. ما انا قلت لك اهو بقى، انا هبشرك، ومش بكلامي، عشان انت ممكن ما تصدقش كلام انا، انما اكيد 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 هتصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول اللهم صل عليه: تابعوا بين الحج والعمرة، حجوا يا جماعة، اعتمروا يا جماعة، حجوا يا مسلمين، اعتمروا يا مسلمين، حجوا يا موحدين، اعتمروا يا موحدين، ونتابع مرة حج مرة عمرة، مرة عمرة مرة حج كده، يعني ما بعدش عن الحرم كتير. ليه يا رسول الله تابعوا بين الحج والعمرة؟ قال لي: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. اللي بيحج ما بيفتقرش يا حضرات، واللي بيعمل عمرة ما بيدينش، لأنه مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى هيسيبك انت تحاسب على الفاتورة. واسألوا أي حد حج وأي حد اعتمر وقصد الموضوع ده لوجه الله تبارك وتعالى، والله فلوس الحج بتيجي وزيادة، والله فلوس العمرة بتيجي وزيادة، وربنا بيدبرها وبيرتبها من عنده، لأنه يستحيل إن أنا بأضيفه، ها، يستحيل إن أنا بأضيفه وأغرم، مش ممكن، إزاي يعني؟ يا تفتكر أنا جاي في فرح ابنك وأنت عامله في أوتيل فندق وبعدين دخلت الفرح قلت أهلا، قلت لك ألف مبروك يا أبو العريس، إزيك، ألف مبروك يا أم العريس، ألف مبروك يا أبو العروسة، قلت لها تفضل يا مولانا، وقعدتوني على الترابيزة وشوية نزلوا لنا عصاير وأكل بقى وبتاع، وإحنا في الفرع جاي خارج، قالوا لي لو سمحت 500 جنيه الحساب. حساب أنتوا تحاسبوني؟ قال ده نضيفكم. فهل يعقل، هل تتخيل يضيف ربنا إن ربنا هيغرمك؟ النبي بيقول تابعوا بين الحج والعمرة، اللهم صل على سيدنا النبي يا رب، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فما اللي هيروح يحج، اللي هيروح يعتمر هيرجع لا فقر ولا ذنوب، ينفيان الفقر والذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تخيل، يرجع أبيض فلة. رجع من ذنوبه كيوم ولدت أم. خد المكافأة التانية بقى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والحج المبرور. واحد حج حجة مبرورة، وهنبقى نعرف يعني إيه الحج المبرور. أيوة، ماله بقى ده؟ ليس له جزاء إلا الجنة. أنت بتروح تجيب الجنة وتيجي، خلاص موضوع انتهى، خلاص انتهى. أنا أعرف ناس يا جماعة طلعت أول حجة وهو مش لاقي ياكل، في اكتر من كده، ربنا كرمه بقى وكان بيدعي ربنا واسمه اتكتب، المهم ربنا يسرها له وطلع. شوفوا ازاي، وحج حجة بقى باخلاص ودعا ربنا سبحانه وتعالى، وهو هناك قال له انا عايز اجي كل سنة، ازاي انا نفسي اجي كل سنة، وربنا نولها له. ناس كتير انا اعرفهم، شوف بيحج كل، ازاي ده؟ سبحان الله، تقول له يقول لك هو بيسرها لي، بيكتب اسم، هو بيدعوني. وبعدين ايه اللي بيجيله دعوة من ربنا؟ محدش في الكرة الارضية يقدر يقف في وشه، ولو الكرة الارضية عايزة تطلعك بس ربنا ما كتبش اسمك، ما انت مش حضرتك بقى، شخص ما، ما هوش رايح. فبنقول للناس استعدوا، انتم في موسم عظيم او في اشهر عظيمة اللي هي اشهر الحج. اللي لسه ما حجش شد حيلك وجهز امورك. اصلي والدنيا غليت، يعني هي غليت السنه دي، السنه الجايه السنه الجايه هترخص. حجوا قبل الا تحجوا، حج قبل ما تعرفش تحج، فرصه ما تاجلش. اصلي انا اجل كل حاجه الا الفريضه.